السلام عليكم، ازيكم يا طلبة جريد 4؟ أتمنى إن أنتوا تكونوا ذاكرتوا كونسبت 1.1 كويس، ولأن إحنا النهاردة هنتكلم على كونسبت 1.2. يلا بينا نشوف الكونسبت على طول. يلا بينا. الكونسبت بتاعنا اسمه senses at work، يعني الحواس بتاعتنا وهي شغالة. طبعا انتوا عارفين اصلا مين الفايف senses بتوعنا، اللي هم الحواس الخمسة، اللي هم taste ان احنا ندوق، touch ان احنا نلمس، sight اللي هو ان احنا نشوف، smell ان احنا نشم، hear اللي هو ان احنا نسمع. طب يلا بينا نشوف. طبعا ده سامري أو ملخص بالعربي، اللي بيحب يقرأ بالعربي ويفهم الأول قبل ما يقرأ الإنجليش، ده الفوكابولري أو الكلمات كلها، لو يحب يحفظ الكلمات برضه كلها على بعضها. أفكرك أنت ممكن تاخد سكرين شوتس برضه واضحة للكلام ده وتحفظه لو مش معاك الملزمة يعني. يلا بينا نشوف الكونسبت بيتكلم عن إيه. أول حاجة senses at work، فبيقول some animals have sharp senses to help them adapt to their habitats and survive. يعني بعض الحيوانات بيبقى عندها حواس قوية، sharp senses يعني strong senses أو حواس قوية، very sensitive حساسة قوي، بتساعدهم إن هم يعيشوا. The sharpest sense in dolphins in hearing so that dolphins can locate its prey by using echolocation. يعني عند الدولفين في حاسة سمع قوية، أو بيستعمل حاجة اسمها echolocation. echolocation اللي هي يحدد المكان عن طريق صدى الصوت. زي ما أنت شايف هو باللون اليالو ده، هو بيطلع صوت بيخبط في الفيشز الموجودة هنا، وبعدين بيحصل لها ريفلكت ترجع تاني اللي هي باللون ريد دي، علشان هو يعرف يسمعها ويحدد مكانها. Some animals can look for their food at night using their super senses. These animals that become active at night are known as nocturnal animals. يعني إيه كلمة nocturnal animals؟ اللي هي night animals، أو اللي هي الحيوانات الليلية اللي هي بتدور على الفود بتاعها بس بالليل. طيب عندنا هنا super sensory adaptation of nocturnal animals. تعال نشوف ازاي nocturnal animals او الحيوانات الليلية دي بتعرف انها تدور على اكلها بالليل، ممكن ما تبقاش شايفة اصلا. عندنا اول حاجة snakes اللي هي الثعابين دي، will have ability to sense heat، بتحس بالحرارة of their prey bodies using specialized body pores in their faces. يعني بتحس بالحرارة عن طريق إن هي عندها أجزاء في دماغها بتعرف، أو على جسمها تعرف تحس بالحرارة. عندنا برضو باتس عنده إيكولوكيشن شبه بتاع الدولفين اللي إحنا لسه متكلمين عنه، اللي هو بيطلع صوت ويرجع له تاني. فبيقول هنا relay إيكولوكيشن to find their food and move around. نمبر 3 عندنا هنا owls اللي هي البومة، have both extraordinary sight and hearing. يعني عندها extraordinary يعني super sense، حاسة قوية جدا، sight اللي هي ان هي بتشوف كويس جدا، hearing اللي هي بتسمع كويس جدا. It has a bowl shape، يعني وشها شبه الطبق، هي شبه بيجمع الصوت. Faces and specialized head feather pick up any distance sounds then direct this sound into the owl's ear. يعني الفيريش عندها على ودنها بيعرف يجمع الصوت ويوصله لودنها عشان تسمع كويس جدا. بيقول برضو بيتكلم كلام عن الأول، بيقول إن owls large eyes عندها عينين كبيرة then detect the tiny faraway movements their prey that hide in the grass or under the snow. وبيساعدها إن هي تستخبى، بيقول إن هي بتشوف بتعرف تسمع أو تحدد مكان الفريسة بتاعتها حتى لو كانت مستخبية تحت الجراس، تحت الحشائش، أو حتى تحت التلج. Owls have their ability to turn their heads in all directions، بتلف دماغها
كل مكان. تمام، everywhere، في أي مكان، علشان تعرف تصطاد الفريسة بتاعتها 360 degrees. عندنا أنيمال تاني اسمه Egyptian جيربوع أو اليربوع المصري. Egyptian جيربوع is a desert rodent. Rodents اللي هم القوارض اللي بيقرقدوا. Has large and sensitive ears، ليهم ودان حساسة جدا بالأصوات. Has hind legs، يعني رجلها زي ما أنت شايف كده منظرها عامل إزاي، وده عشان تعرف تعمل high jump. Hair on its feet and toes، يعني عندها شعر على رجليها وعلى صوابعها. The reaction time، يعني إيه كلمة reaction time؟ برضو ده موضوع بقى إحنا هنتكلم عليه وهنشوفه في الـ Egyptian جيربوع. reaction time ده الوقت اللي إحنا بناخده لحد رد، يعني بيسموه رد الفعل. يعني مثلا زي مثلا حد ينادي عليك، فأنت هتاخد وقت قد إيه لحد ما تبص له. This a reaction time. It is a time taken by the body of living organism to react to different information from the environment, such as danger. You could catch object faster when you saw it drop, because the brain can process what you see faster than what you hear. يعني في activity موجود كده في school book بيقول إن جرب توقع حاجة وتمسكها، أو حد يوقع لك الحاجة وأنت تمسكها، بس مرة هتخبي عينيك وتعتمد على الصوت، ومرة هتخبي ودانك وتشوفها بس. فطبعا أكيد لما أنت تشوف الحاجة ده هتمسكها أسرع، ومش هتقع على الأرض، لأن إحنا دماغنا بيعرف يحلل أو يفهم اللي بيشوفه أحسن. Functions of the nervous system. طبعا اللي ما يعرفش يعني ايه nervous system، nervous system ده الجهاز العصبي، ده الجهاز العصبي اللي بيخلينا نسمع ونحلل البيانات زي ما هنشوف دلوقتي. Functions of the nervous system، يعني ايه فايدة ال nervous system، وان ال main organ في ال nervous system هو brain، مخ بتاعنا. فبيقول it gather information، يعني بيجمع المعلومات through sensory organs like the eyes, ears and skin، عن طريق عينينا ودنا وجلدنا اللي هما بنعتبرهم احنا sensory organs، اعضاء احساس. It makes sense of and translate this information through the brain، يعني بنترجمها من مخنا، بيترجم بقى اللي بياخده ده. It tells the body what to do according to this information، وبتقول كمان احنا جسمنا بيعمل ايه، يعني مش بس نحس لا، وتاخد القرار كمان. يعني مثلا اللي هو زي الريفلكس اكشن زي ما هنشوف دلوقتي، ان واحد مثلا نقدر نقول ان هو مسك حاجة سخنة، طيب يبقى هيعمل ايه؟ بيقول هنا some messages called reflexes دي اللي هي الفعل الانعكاسي او رد الفعل بتاعنا، الرياكشن بتاعنا are so fast that you cannot realize it, such as moving your hand away when touching a very hot cup of tea، زي ان انت تسحب ايديك لما تلمس حاجة سخنة زي دي. Other messages are sent from and to the brain، يعني في مسج بتوصل فوق لحد البرين automatically like the signs of breeze، زي مثلا اشارة بتاعة التنفس، يعني مش محتاجة ان احنا ناخد reaction time. طيب دي برضو كل scientific terms اللي يحب يفوت سكرين شوت ويحفظها لو مش معاك البوكليت بتاعي. دي كل الساينتفك تيرمز موجودة، كل الجيف ريزنز الانسر بتاعتها اهي. لحد هنا كده احنا خلصنا كونسبت 1.2. اتمنى ان انتوا تذاكروه وتحاولوا ان انتوا تحلوا عليه في المعاصر او في بوني او في اي سورس تاني معاكم. ذاكروه كويس جدا. لو في أي سؤال محتاجين أو جزئية نوضحها، ممكن تكتبولي عليه في الكومنتس، وممكن نحل الإكسرسايز مع بعض على زوم لو تحب. ذاكروا كويس كونسبت 1.2، وأشوفكم في الكونسبت الجاي اللي هو 1.3. باي باي.